ثم نروح بقى، عايز اخدك شويه في حته الكابتن حسن شحاته والحضري وتاريخ كده سريع يعني. سموحه الدنيا ايه بقى، الوضع ايه في ايه بالظبط؟ زيه زي اي نادي يعني. في موضوع التوقف اللي حصل طبعا كان بتفكر انت في حاجات، رايح نادي كبير فيه امكانيات كويسه جدا توصلك لحاجه كويسه يعني، امكانيات النادي، امكانيات اللعيبه، الجهاز اللي معانا جهاز كويس، مجلس اداره، مهندس فرج، فكنا بنرتب لشكل كويس لحاجه يعني. يمكن انا حسيت الموضوع دوت مش اول ما رحت، كان الماتشات ورا بعض، اربع ماتشات ورا بعض ما لحقتش، فجينا خدنا شهر في توقف. ابتديت تبص للتيم بشكل كويس، تبص تركب تركيبات في التيم، واللي نفعني فيها انت اجبرت على حاجه في ماتش الاهلي. عندك خمس لعيبه او اربع لعيبه مش هيلعبوا ماتش الاهلي، صلاح محسن، ناصر ماهر، عبد المنعم، فوزي الحناوي، كان عندي حمص كان عنده اساسي وكان مصاب. فانت في الشهر ده بتدور على البدايل، فاتفرجت على الفرقه بشكل كويس يعني، ايه قدرات اللعيبه، هقدر اشتغل ازاي مع النادي الاهلي. زعلت بماتش الاهلي ولا طلعت مرضي؟ لا زعلت، لكن هتقول النتيجه قبل الماتش بقى يا ريت طبعا، لكن بقى بعد الماتش زعلت. الظروف كانت الماتش ماشي، لا زعلت، كان كنت انا اقرب للفوز في سيناريو بلعب عليه في المباراه، وقدرت اوصل اكتر من مره في الشوط الاولاني والشوط الثاني اللي بلعب عليها، بشتغل عليها، في مساحات عند النادي الاهلي بشتغل عليها.